أنا سعيدة جدا الحقيقة بوجودي النهاردة وسط أصدقائي طبعا المصريين من السادة وسيدات الوزراء ورجال الأعمال ومن إخوتي في الإمارات. والحقيقة أن أنا تأثرت جدا بكل الكلمات من الإخوة في الإمارات، خاصة كلمة السيد الوزير جرجاوي اللي هو يعني أيضا معزة خاصة عندنا. ويعني عندي قبل ما اسمحوا لي الأول هقدم ضيوفي، ثم عندي ملاحظتين كده، واحدة ملاحظة سياسية والأخرى ملاحظة شخصية، بس قبل ما نبدأ هذا الحوار اسمحوا لي أرحب بضيوفي. أولا السيد عبد الله توج وزير الاقتصاد الإماراتي، الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، السيد معالي دكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الإماراتية، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة المصري. أهلا بكم. عندي ملاحظتين كده سريعتين قبل ما نبدأ هذا الحوار، وأنا قلت لهم أنا عايزة حوار فيه أخبار، أنا عايزة أطلع أخبار للصحافة مش مجرد تصريحات. ويمكن الجزء الأولاني قيل بعضه في الحوارات السابقة أو الكلمات السابقة، ما بين عام 71 وعام 2013 42 سنة للأجيال التي لم تحضر 71 ولم تعش ما بينهما. التاريخين دول الحقيقة تاريخين مهمين جدا، تأسيس دولة الإمارات، اتحاد دولة الإمارات ورحمه الله الشيخ زايد، وله في قلوبنا جميعا كمصريين مكانة خاصة جدا. يعني كفاية ان احنا مثلا عندنا مدينة الشيخ زايد، وانا ساكنة في مدينة الشيخ زايد، فكل ما بندخل وبنطلع بنترحم عليه قد ايه هذا الرجل كان عزيزا وما زال، يعني هو وأسرته ليهم معزة كده خاصة في قلوبنا كمصريين. 71 أسست دولة الإمارات، مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالاتحاد ودعمته إقليميا ودوليا وعربيا، واعتبرته سندا مهما في الوحدة العربية والقومية العربية حينها. طبعا ما بين 71 و 2013 42 سنة كان فيها مكان، والحقيقة دعم الإمارات لم يتوقف والعلاقة مع مصر لم تتوقف. 73 كان عاما مهما لدعم الإمارات لمصر، لكن أنا حمد الخط حديثا لنصل إلى 2013 حيث كنا جميعا شهود، وأنا كنت شاهد طبعا مقرب لهذه الأحداث. 2013 عندما قام المصريون بثورتهم لم يتركنا الإماراتيون يعني وحدنا في خضم هذه الثورة، ما وقفوش معانا بس اقتصاديا، والجزء الاقتصادي كان مهم جدا، لكن أنا أذكر جيدا الدعم السياسي، أنا أذكر جيدا شيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية حينها والآن، وكيف كان يجوب ويلف العواصم العالمية ليقول مستخدماً ومستعيناً بقوة الإمارات وبقوة الدبلوماسية الإماراتية، ليقول لكل الرؤساء الذين قالوا أننا قمنا بانقلاب وأن الجيش المصري قام بانقلاب، فكان يذهب إليهم في عقر دارهم ليقف ويقول هذه ثورة شعب وليس انقلابا، ونحن في دولة الإمارات نقف جنب اختيار الشعب المصري لأنه اختيار الشعب. أنا لا يمكن أن أنسى هذا، يعني هذه الجولات اللي كنا بنتابعها يوميا لا يمكن أن ننسى، ولا يمكن لأي مصري ينسى هذا الموقف الإماراتي اللي طبعا كان مدعوم من الشيخ خليفة ومن الشيخ محمد بن زايد. من واحد يعني قدم المصريون الدعم للإمارات في 71، ورد الإماراتيون الدعم للمصريين طوال هذه السنوات وبالذات في سنة 2013. ده موقف سياسي، والمواقف الاقتصادية كثيرة والسياسية كثيرة أخرى، لكن أنا أكلمكم بقى على موقف شخصي. أنا عشت في الإمارات في بدايات حياتي العملية
سنتين من 94 ل96، وكانت بداية حياتي الزوجية أيضا. كنت أنا وزوجي عمرو أديب كنا بنفتح مكتب جريدة العالم اليوم في دبي، كانت أول جريدة اقتصادية خاصة، وبدأت وقتها عملي في MBC، بداية عملي في التلفزيون عموما. لم أشعر في الإمارات يوما أنني غريبة أو أنني وافدة. في سر ما في الإمارات حين تطأ قدمك هذه الدولة تشعر أنك منها وأنك مواطن، ويمكن ده جزء من أسرار علاقة المصريين بالإماراتيين الحقيقة، إن إحنا لا يمكن أن نشعر أننا وافدين أو أننا غرباء أو أن المواطن يعامل معاملة غير المواطن على الإطلاق. أنت هناك أول ما بتحط رجلك وبتشتغل أو حتى لو كنت زائر، أنت حقوقك زي المواطن الإماراتي تماما. فده كان جزء مهم جدا بيجعلك تريد أن يعني تبذل الكثير من الجهد لتشارك في نهضة هذا البلد. تاني حاجة كنت شاهدة عليها ويمكن ذكرها السيد الوزير جرجاوي منذ أيام قليلة، كنا في منتدى دبي للصحافة، أننا كنا شاهدين على بدايات نهضة الإمارات، ودايما نسأل هو إيه السر؟ والسر كما رأيته كان ببساطة أن الشيخ محمد بن راشد اختار مجموعة من شباب الإمارات وقرر أن يمكنهم إزاي؟ هم كانوا راجعين من دراسات بالخارج في دول مختلفة، وقرر حينها إن هو يمكن هؤلاء الشباب. وأنا بتكلم على الشباب دول اللي ما زالوا شباباً طبعاً، بتكلم على السيد الوزير الجرجاوي، بتكلم على أحمد بن سعيد رئيس طيران الإمارات، بتكلم على مع حفظ الألقاب طبعاً مع السيد سلطان بن سليم رئيس مواني دبي، بتكلم على محمد العبار رجل أعمال معروف، بتكلم على أسماء كثيرة جداً كانوا شباباً في هذا التوقيت في العشرينات من العمر، وخدهم وقرر إن هو يمكنهم ويديهم الفرصة أن ينشئوا معه هذه المدينة الجديدة أو هذه الدولة الجديدة. وقدروا وكبروا وهذه الرؤية الحقيقة قدرت أنها توصل لما هو فيه. وأنا دايما بشوف هذا الدرس درس مهم جدا، لأنه تمكين الشباب المتعلم الواعي العارف هو ده الدرس اللي كلنا لازم نعرفه. وطبعا سيد جرجاوي احنا مش هنقول من كام سنة، احنا دايما هنقول ان احنا كنا صغيرين، وده كان من سنوات قريبة جدا. بعد هذه الملاحظات اسمحوا لي ان ابدأ بالاسئلة، وابدأ بالسيد الوزير عبدالله بن طوق. يعني الامارات هي المستثمر الاول في مصر، مستثمر الاول عالميا في مصر. حجم استثمارات من 2013 ل 21 حوالي 16 مليار دولار. كيف وانتم ايضا دوله مستثمره في كل انحاء العالم، ماذا تمثل استثماراتكم في مصر بالنسبه لكم؟ يعني هل بتعتبروها من الاستثمارات الناجحه، من الاستثمارات المتوسطه؟ بتقيموا استثماراتكم واداء هذه الاستثمارات في مصر ازاي؟ السلام عليكم الأخ لميس، شكرا على المقدمة هذه الجميلة والطرح هذا الجميل والذكريات هذه الجميلة اللي طرحتيها بين العلاقة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. ونحن وجودنا اليوم في هذا المحفل في هذا المكان هي وجود لأساس واضح وضعوه زعماء الراحلين والزعماء الحاليين في رؤية متأصلة في العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. علاقاتنا وموقفنا تاريخية، لكن موقف الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية أكبر كذلك. استثماراتنا ليس فقط 13 مليار، بل هي 28 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي و300 مليار استثمارنا المشترك بيننا. دولة الإمارات ومصر فهو موقف اقتصادي ليس فقط بين الدولتين،
ولكن هي كذلك موقف للدول العربية. المستثمرين الإماراتيين ينظرون إلى جمهورية مصر العربية كبوابة لأفريقيا، والمستثمر المصري اليوم ينظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة إلى آسيا. توجد حالياً في جمهورية مصر 1300 شركة إماراتية عاملة في قطاعات رئيسية، منها البناء والتشييد والصناعة والزراعة وغيرها من الأمور الحساسة والحيوية، في ظل وجود جائحة، في ظل وجود تقلبات جيوسياسية واقتصادية. يوجد هناك تكامل سياسي واقتصادي واستثماري والعلاقات. كان في الأيام الأخيرة اجتماعات بين الوزراء ما بيننا، فنظرنا إلى ما هي القوانين والتشريعات التي وجدت خلال السنتين الماضيتين لخلق بيئة استثمارية للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال. وجدنا أن كل التشريعات والبيئة الاستثمارية والتعديل للقوانين الأخيرة في جمهورية مصر، أو التعديل للقوانين الإماراتية الأخيرة في التملك 100%، وكذلك في المعاملات التجارية وغيرها من القوانين الاقتصادية، رأينا أن هناك وجود واضح لأن البيئة الاستثمارية جاذبة للمستثمرين. وكذلك القانون الأخير والتعديلات الأخيرة من التشريعات في جذب المواهب، فدولة الإمارات تنظر إلى أيضاً كذلك خلق فرص عمل كبيرة في الجمهورية المصرية، وكذلك استقطاب المواهب لدولة الإمارات في تعزيز القطاعات والكفاءات وغيرها. يوجد ما يقارب 700,000 مصري شاب يعمل في دولة الإمارات، فهذا يتيح لنا اليوم أن نتحدث بأن البيئة الجاذبة لهذه الاستثمارات حيوية، أن الاقتصاد الدولتين في تقدم. 50 عام من النقاشات والحوارات دارت، لكن ما هي 50 عام القادمة؟ نعم دكتورة هالة، يعني منصة استثمارية بين مصر والإمارات وقعت 2019 $20 مليار، كم نفذ؟ ماذا ننتظر في الفترة القريبة المقبلة؟ عايزين أخبار يا دكتورة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة تانية أنا برحب بكل الأشقاء الإمارات في بلدهم التاني مصر، وسعيدة جدا بهذه الاحتفالية العظيمة الحقيقة. خليني أقول لحضرتك أنه أنا عايزة أتكلم، بس وأنا بتكلم على المنصة أنا عايزة أتكلم على العلاقات في ضوء اللي إحنا بنشهده في العالم. إحنا النهاردة عايشين في عالم بقى بيواجه صدمات خارجية متتالية. فإحنا طلعنا من أزمة كوفيد-19، يدوبك كنا لسه بنتعافى من هذه الأزمة، دخلنا في أزمة جيوسياسية ما إحناش عارفين هتنتهي إمتى. فالصدمات الخارجية والله أعلم امتدادها إمتى، والله أعلم إحنا هنواجه إيه، غير بقى إن إحنا عندنا أزمة طاقة على المستوى العالمي، قضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، الارتفاع الشديد، العالم بقى بيواجه ركود تضخمي شديد، أسعار السلع بترتفع، في disruption كبير جداً في سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد، وفي نفس الوقت في نمو متباطئ بشكل كبير جداً. المالتيبل شوكس اللي العالم بيمر بيها دي، أعتقد ده أفضل وقت إن إحنا كدول عربية ودولتين لهم علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية إن إحنا نتكامل على المستوى الاستثماري، نتكامل على المستوى التجاري، نتكامل على المستوى الاقتصادي الإنتاجي. لأن إحنا الحقيقة المزايا التنافسية والمزايا النسبية اللي موجودة بين الدول أو الدولتين تخلينا نستغني عن استيراد أمور كثيرة جداً من الخارج في إطار الظروف الاستثنائية. المنصة الاستثمارية الحقيقة كانت رؤية ثاقبة من القيادات السياسية في ذلك الوقت لوجود منصة استثمارية مشتركة لضخ استثمارات في حدود $20 مليار على مدى 10 سنوات. وخليني أقول لحضرتك إن المنصة دي وقعت في نهاية عام 2019، ثم دخلنا في 2020 بكوفيد، وقت ما كان حصل في تراجع في مستوى الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم. ولكن رغم كده إحنا حققنا في إطار هذه الشراكة قرابة $4 مليار حتى الآن، في إطار تراجع الاستثمارات على مستوى الدولي. ولكن الاستثمارات الإماراتية هذا العام هي في المرتبة الأجنبية، هي المرتبة الأولى بين الاستثمارات الخارجية.
حققنا استثمارات في مجالات القطاع الدوائي، في المجال الزراعي، في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طبعاً طموحة جداً للتوسع في مجالات مختلفة. المهم إن إحنا النهاردة الإطار هذه المنصة كانت بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كزراع استثماري للدولة المصرية، هدفه الأساسي إن هو يدفع الاستثمار الخاص. أنا هنا برضو دي مناسبة إن أنا أوضح إن الذراع الاستثماري، رغم إن هو ذراع استثماري للدولة المصرية، ولكن هو هدفه إن هو يدور على الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، يحولها إلى منتج استثماري ويتيحها للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. فإحنا لدينا النهاردة مجموعة كبيرة في المجال العقاري، مجال التطوير العقاري، في مجال التصنيع الزراعي، وعندنا أيضاً في مجال الخدمات المالية والرقمية مجالات واسعة جداً. إحنا من كتر النهاردة الإقبال على حجم الاستثمارات في مصر، لأن إحنا الدولتين النهاردة عندهم المزايا النسبية. مصر استثمرت بشكل كبير جداً في البنية التحتية والبنية الأساسية المصرية عشان تبقى جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. عملنا أيضاً تعديلات كتيرة جداً في التشريعات، ولكن المهم، وده الحاجة اللي أنا بقولها لأول مرة، إن إحنا زودنا الرأس المال المرخص به للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافاً لوصوله إلى التريليون جنيه إن شاء الله في 5 سنوات، عشان يبقى عندنا القدرة والقابلية لاستيعاب وللشراكات المختلفة بإذن الله مع دولة الإمارات كشكل أساسي ومع دول أخرى. ده خبر مهم، هرجع أسأل على الصندوق السيادي طبعاً، ولكن دكتور ثاني، دكتورة هالة كانت بتتكلم على فكرة أنه الآن الوقت التعاون فيما يتعلق بقضية سلاسل الإمداد، الغذاء اللي هو عندنا فيه أزمة عالمية، أنتم كان ليكوا دور مهم في إنشاء الصوامع في مصر، والحقيقة اللي هي ساعدتنا بشكل كبير في تخزين القمح والغلال وغيره. برضو مصر يعني الإمارات هي الثاني عربياً في التجارة مع مصر. هل بتفكروا في استغلال ما يحدث الآن؟ يعني إحنا دلوقتي في ما يسمى بلعبة الكراسي الموسيقية في العالم كله، سلاسل الإمداد مختلة، هل يمكن أن يكون هناك تعاون مصري إماراتي يستغل الموقع المصري في يعني في هذه الجزء، هذه الجزئية بالذات؟ طبعاً بداية أنا سعيد بتواجدي اليوم في الاحتفال بال50 سنة للعلاقات التاريخية المتميزة، وإن شاء الله 50 سنة قادمة من تميز التميز بإذن الله. تفضل مع الأخ عبد الله تكلم عن العلاقات التجارية الاستثمارية بينه وبين مصر. قاعدين نشوف دول العالم خاصة خلال السنتين الماضيات، ليس فقط بسبب تداعيات الكوفيد-19، ولكن تأثر الكبير في سلاسل الإمداد، تأثر في بالأوضاع الجيوسياسية اللي قاعدة تضرب العالم، وأيضا الحمائية الكبيرة اللي قاعدة تصير من دول العالم وردة الفعل اللي قاعدة تأثر على انسيابية التجارة العالمية. بالنسبة لنا نحن إذا نتكلم على الأرقام قبل ما أجاوب على موضوع سلاسل الإمداد، التجارة البينية بين دولة الإمارات ومصر في نمو كبير، أو حتى في أيام الانخفاض العالمي كان هناك نمو. عام 2021 وصلنا إلى ما يقارب 28 مليار دولار بزيادة ما يقارب 8%. النصف أو 8 شهور الأولى من هالعام تجاوزنا 9% أرقام للعام الماضي، وصلنا إلى 18.7 مليار دولار، ومكملين في هذا الزخم اللي يصير، وبين أن هناك فعلاً في إمكانيات ضخمة لهالعلاقة أن ننتقل للمرحلة بعدها. إذا نتكلم عن الأرقام في منطقتنا أو كعدد السكان الاستهلاكي والسوق الاستهلاكي، نتكلم عن تقريباً 430 مليون نسمة في الوطن العربي، 107 موجودين فيهم في مصر، وهذا يبين الثقل الكبير في القوة الاستهلاكية والقوة الشرائية وأيضاً القوة الاستثمارية اللي ممكن تستقطبها مصر في الوطن العربي. مصر بالنسبة لنا بوابة لأفريقيا، وأفريقيا موجودة فيها أو على وشك الانتهاء من التفاصيل الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة، نتكلم على سوق يصل إلى 1.6 مليار شخص، ومصر بتكون بوابتنا الرئيسية للدخول بشكل سريع لهذا العدد الاستهلاكي الضخم. إذا نتكلم على المرحلة الجاية 20 سنة القادمة، القارة الأفريقية بتكون بيكون فيها 2.6 مليار نسمة،
وهذه أكبر قوة محركة رئيسية لإقتصاد عالمي، هي القوة الاستهلاكية الموجودة في جميع أقطاب دول العالم. بالنسبة لأساس الإمداد، طبعاً بالنسبة لنا مصر سوق مهم وسوق قوي وصناعي مهم. الأرقام اللي أتكلم فيها بالنسبة للعدد السكان هاي بين قوة المهارة واليد العاملة الماهرة الموجودة في مصر، واللي هي بتستقطب العديد من المصانع اللي بتزود العديد من الدول بالاحتياجات الأساسية والسلع الأساسية. كان هناك العمل بالفترة الماضية، وهناك عديد من المشاريع. سعادة الأخ سلطان مسليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي موجود وعنده جلسة لاحقا، في توسع في ميناء عين السبخة، التوسع بتقريبا 30 مليار دولار. هناك أيضا شراء لشركات لوجستية من قبل موانئ أبوظبي تم استحواذ عليها بنسبة 70%، دخولنا بشكل كبير في الصناعات المحلية، تطوير الرباعي بين الإمارات ومصر والأردن وبحرين، تطوير مصانع لتزويد المنطقة في سلاسل الإمداد جزء رئيسي من هذه العملية، وهو جزء من الاستقطاب اللي تفضلت فيه معالي الوزيرة من خلال الصندوق السيادي. طبعاً إحنا نشوف مصر كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد، وإن شاء الله بيكون هناك في خطط واستمرار في تنفيذ هذه الرؤية إن شاء الله. طب بالنسبة لمواني دبي، يعني لكم تجربة مهمة في مواني السخنة، هل هناك تفكير في الدخول في مواني مصرية أخرى؟ دائماً إحنا مصر أحد أهم الدول اللي مستهدفينها في استثماراتنا، فأي فرصة وأي إمكانيات بنكون من أوائل الدول اللي موجودين في هذا الفرص. دكتور سمير، هل يجري التشاور مع الجانب الإماراتي الآن مثلا لمنطقة صناعية مشتركة في قناة السويس؟ يعني هل في طلبات معينة في لشركات في أو لمصانع إماراتية في أماكن معينة أو في قطاعات معينة؟ شكرا. برحب بإخواننا من دولة الإمارات، ولو أن يعني لا يجوز الترحيب بحد في بيته، يعني طبعاً. أنتم في بيتكم. يمكن هنبدأ بس نرجع أسأل أرجع بسؤال حضرتك بس لما ذكرته دكتورة هالة السعيد عن الفترة اللي فاتت كلها واللي حصل في العالم كله. نبهنا النهاردة أن في أزمات لا يعلمها إلا الله ممكن يعني تقرب من الاقتصاد العالمي، يعني ما حدش عارف الأزمات دي هتنتهي إمتى، ما حدش عارف إحنا رايحين على فين، العالم كله مش بتكلم على دولنا العربية. فظهرت فكرة الشراكة التكاملية في مايو الماضي ما بين الأربع دول، أو الأول كانت ما بين الثلاث دول وبعدين انضمت إليها مملكة البحرين، وكان الهدف الأساسي إن إحنا النهاردة نعتمد على بعض كدول عربية في سلاسل الإمداد. النهاردة إحنا محتاجين إيه؟ تحسباً لأي ظروف ممكن تقدر النهاردة أنها تقطع السلاسل الإمداد أو يكون وجود عندي نقص في أي حاجة. بدأوا على مشاريع في قطاع الزراعة الأغذية زي ما ذكر الدكتورة هالة، الأربع قطاعات أو الخمس قطاعات اتقدم 87 مشروع، منها 12 مشروع بدأوا فعلاً ب 3.4 مليار دولار، والباقي لسه ما زال تحت الدراسة. المرحلة اللي شايفها أنا بعد كده أنها ممكن تكون في صناعات قائمة في الإمارات وفي صناعات قائمة في مصر. المرحلة الثانية هي المفروض التكامل ما بين المصانع. أنا مش لازم أعمل كل حاجة أو أعمق صناعتي بكل حاجة، ولا الإمارات النهاردة أنه هو يصنع ويكمل يعني ياخد سلسلة السبلاي تشين بتاعته كلها بالكامل، ولا أنا. ممكن إن إحنا نصنع في الدول العربية كل واحد فينا يختص بحاجة ونتكامل مع بعض. فالفرص واعدة، الفرص واعدة قدامنا كتير، لسه عشان نعمله قدامنا كتير. بشكر. هل في كلام على منطقة قناة السويس ولا؟ والله يا فندم منطقة قناة السويس رئيس الهيئة موجود دكتور وليد، ممكن يجاوب حضرتك في طيب. يا فندم مين ألف؟ دكتور وليد رئيس الهيئة. طيب سيادة الوزير، يعني ADQ الصندوق السيادي الإماراتي قام بالفعل بالاستحواذ على حق يعني قدرت يستحوذ على خمس استحواذات حتى هذه اللحظة.
وبنتكلم على البنك التجاري الدولي، فوري، اسكندرية للحاويات، أبو قير الأسمدة وموبكو. ما هي الخطة القادمة؟ هل لديكم في البايبلاين استحواذات أخرى؟ صندوق السيادي المصري و اي دي كيو مجموعة أبو ظبي القابضة أعلنت بصندوقها ب20 مليار دولار. هذه ال20 مليار دولار تضع في خطتها اللي هي القطاعات الصناعية المستقبلية، ومنها الأمن الغذائي، ومنها الزراعي، وغيرها أيضا كذلك من الاحتياجات المستقبلية للعالم العربي. وأعتقد التوجه هذا كذلك مع اتفاقية الصناعية المتكاملة اللي فيها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والأردن والبحرين مؤخراً، يضيف أيضاً كذلك تخصصات واضحة في عملية الاستثمار في صندوق، وتم تحديد تقريباً 3.4 مليار دولار في الصندوق الصناعي المتكامل في الاستثمار كذلك في الفترة القادمة بين الأربع دول هذه. نرى بأن توجه العالم بعد كوفيد-19 والتحديات اللي واجهتنا في اقتصاداتنا التقليدية اللي معتمدة بشكل مباشر على النفط والغاز أو الطيران أو غيرها من الأمور التشغيلية، محتاجة إلى إعادة نظر في عملية ما هي الاقتصادات المستقبلية التي يجب أن نستثمر فيها. ونرى أن الصناديق السيادية بها والاتفاقيات الصناعية هذه أرست هذه الدعائم الرئيسية في التحول لاقتصاد جديد، لاقتصاد أكثر استدامة. فالنمو الحالي اللي نشوفه في الاستثمارات حتى تركز في هذه المجالات الرئيسية. يعني ما هل في تارجتس؟ يعني عايزة خبر. في 20 مليار تم إعلان عنها. أيوة عايزة، مع يعني بتفكروا في إيه، بتدرسوا إيه مثلا، ماذا طرح المصريون عليكم؟ يعني الصندوق السيادي طرح إيه؟ توجد اليوم هذه توجهات استراتيجية سيادية، وإعلان عن هذه المشاريع والاتفاقيات ستكون في المستقبل القريب. لكن 20 مليون دولار هذا حجم كبير من الاستثمارات، وكذلك هناك في زيادة فيها إن شاء الله. نحن استثماراتنا المشتركة من الإمارات ومصر أكثر من 300 مليار دولار، جذبنا استثمارات عالمية فقط في الفترة الماضية. يعطيك مؤشر واضح بأن دولة الإمارات ومصر بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات، وعشرين مليار دولار هي أيضا كذلك ستضع الإمارات من دول أكبر دول عالميا في الاستثمار في مصر. 20 مليار دولار في فترة قد إيه؟ في الفترة في العشر سنوات القادمة. عشر سنوات. دكتورة هالة، أنا عايزة أقول ردا على كلام حضرتك، التعاون الحقيقة بين الصناديق السيادية الفترات بالذات الفترات دي مهم جدا، لأن دي شراكات استراتيجية. إحنا زي ما إحنا النهاردة بنتكلم على إنه الصندوق السيادي الشركة أبو ظبي التنموية القابضة دخلت أخذت حصص، بعض الحصص أقلية في بعض الشركات المصرية، أيضا مستقبلا هيبقى فيه، إحنا الاتفاقية بتقول إن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برضو يستثمر في بعض الشركات داخل الإمارات، فهي علاقة تبادلية قايمة على مصالح وين وين للجانبين. الجزء المهم هنا في هذه الشراكات إن دخول النهاردة استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال، كل دي بتعود بالفايدة على البلدين. أنا النهاردة بخش أشتري حصة من أحد الشركات المصرية، أنا النهاردة بأضيف إلى زيادة رأس المال هذه الشركة، بعمل ضخ استثمارات أجنبية، بدخل خبرات إدارية متنوعة. ولما بوجودنا إحنا الاثنين في هذه الشركات، لما النهاردة بنتكلم دايماً أنه مشاكل الدول الاقتصاديات متوسطة النمو واقتصاديات الناشئة عدم قدرتها على استجلاب التكنولوجيات المتطورة، وجودنا مع بعض النهاردة بتبقى قوة قدام المستثمر الأجنبي اللي احنا محتاجين ناخد منه في وسط هذا العالم المتطور تكنولوجيا متسارعة. فدايماً مع بعض الحقيقة ده بيدينا قوة كبيرة جداً. رداً بقى على سؤال حضرتك، أنا عايزة تعرفي إيه المستقبل. المستقبل النهاردة إن إحنا عندنا مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. في الطاقة الجديدة والمتجددة إحنا النهاردة مصر طرحت مجموعة من طرحت استثمارات في مجال تحلية المياه. في مجال تحلية المياه إحنا طرحنا تندر تقدم له النهاردة 300 أوفر.
300 أوفر من 30 دولة، منها دولة الإمارات العربية الشقيقة. أيضا عندنا تعاون في مجال الطاقة الجديدة، في مجال الهيدروجين الأخضر بإذن الله، عندنا أيضا في مجال الكهرباء، ففي في تعاون في مجال استخدام الويست مانجمنت، عندنا أيضا في المخلفات الصديقة للبيئة. فدي كلها استثمارات بإذن الله في الفترة القادمة، بالإضافة إلى مساهمة إن شاء الله الصندوق أبو ظبي التنموية قبضة أو الصناديق السيادية الإماراتية في البري آي بي أو فند اللي الصندوق السيادي أسسه منذ عدة أسابيع. هذا الصندوق هو صندوق لهيكلة تهيئة الشركات ما قبل الطرح، ما قبل الطرح في البورصة. إحنا بنعمل إعادة تهيئة وتأهيل الشركات، يعني في رغبة من الصناديق السيادية العربية وبالذات صندوق أبو ظبي للمساهمة في صندوق الـ PIPO Fund. دكتور شكرا يا دكتور. دكتور ثاني، يعني كان دكتور سمير اتكلم على الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وهذه المرحلة الأولى، ماذا عن المرحلة الثانية؟ هل بدأتم تفكرون في المرحلة الثانية؟ هو بالنسبة للمشروع الشراكة الرباعية تم تحديد ما هي السلع التي يتم استيرادها من قبل دول العالم لدولنا، والخطة لإحلالها بصناعات عربية لضمان سلاسة وجود هذه السلع في دولنا الأربعة والدول العربية بشكل عام. تم تحديد 8 قطاعات رئيسية كمرحلة الأولى، وهو هذه الأسين شغالين عليها، وبعدها إن شاء الله بيتم التوسع بحيث نضمن وجود السلع بشكل دائم في منطقتنا بسواعد عربية تطير هذه المشاريع. لو تسمحي لي أنا برجع بس للسؤال اللي قبل اللي تكلمي فيه عن الاستثمار. إحنا استثمارات في مصر ترى متنوعة، إذا نتكلم على الخليط الموجود استثماراتنا في القطاع العقاري، وهنا خطة أيضا في المرحلة القادمة عن طريق بعض الشركات إذا كانت هي عمارة، وعن طريق سكاي أبو ظبي أنهم يستثمرون عدة مليارات في المرحلة الجاية. نتكلم على الاستثمارات في البنية التحتية، ذكرنا موانئ دبي وأيضا القطاع اللوجستي والدخول الكبير في موانئ أبو ظبي في السوق المصري. الاستثمار مثل ما تفضلت معالي الوزيرة في قطاع الزراعة والغذائي والصناعي، وعندنا واحد من أكبر مصانع إنتاج السكر موجودة هنا في استثمارات إماراتية من مجموعة جمال غرير. هناك استثمارات أيضا في قطاع الضيافة، قطاع السياحة، ففي تنوع في الاستثمارات المباشرة. الجانب الآخر اللي هو لضمان وجود السيولة، واللي هو دخولنا عن طريق صندوق أبو ظبي القابضة أو صناديق الأخرى اللي دخول في البورصات، هذه لضمان وجود سيولة اللي ممكن فيها الحكومة تتحرك في استثمارات جديدة هي مهتمة فيها، فهذه عملية متكاملة في لدعم الجهود اللي تقوم فيها الحكومة في مصر. المرحلة القادمة طبعا هي عملية توسيع والتنفيذ للصناديق اللي تم الاستثمار فيها، ولكن طبعا احنا ما في حدود للاستثمار هنا، اذا كان هناك فرص احنا مستعدين ان ندخل وندرسها بشكل تفصيلي ونشوف شو هي الفرص. قطاعات جديدة بدأت تطغي ايضا على القطاعات اللي ياسين تكلم عنها، اذا تكلم عن القطاع التقني او حتى قطاع الهيدروجين الاخضر اللي بدنا فيه فعلا نقطع خطوات كبيرة هنا. فما نفرض أو نحد نفسنا في القيود اللي تم الإعلان عنها، الفرص موجودة والسوق كبير والمستقبل أمام الجميع إن شاء الله. دكتور سمير، هل يعني دكتورة هلا كلمت على الهيدروجين الأخضر، وأيضا دكتور تاني، هل بنتوقع توقيع مذكرات تفاهم على هامش الكوب أو على هامش حتى هذا المنتدى؟ هل في مذكرات تفاهم in the writing يعني؟ في مشروعات فعلا تحت الدراسة ومتقدمة لوزارات عدة، بس هي بتاخد أسلوب معين في الدراسة، أتوقع أنه ممكن ينتهي وفعلا يعلن عن حاجة كده خلال الكوب. دكتورة هلا، أنا هوجه لك السؤال الأخير الحقيقة في هذه الجلسة. امبارح كان عندنا مؤتمر، يعني على مدى 3 أيام مؤتمر اقتصادي مهم جدا، انتهى هذا المؤتمر بمجموعة من التوصيات. ماذا تقولين لمجتمع الأعمال الإماراتي عن هذا المؤتمر، عن مخرجاته، عن البيئة المصرية التي تعاني من بعض المشكلات الهيكلية ولكننا نعمل على حلها في المرحلة المقبلة؟
شكرا استاذة لميس على السؤال. الحقيقة ده مهم لان انا كنت عايزة اوجه رسالة للمجتمع رجال الاعمال الاماراتي، وطبعا ومعانا مشرفنا ايضا مجتمع رجال الاعمال مصري. الحقيقة احنا الفترة دي يمكن العالم كله في اطار التحديات اللي بيمر بيها، كان مهم جدا انه يبقى في مؤتمر مصارحة مع كل اطراف الشعب، واحنا طبعا الاستاذ ضياء رشوان مشرفنا كرئيس الحوار الوطني. الحقيقة كان هذا المؤتمر لقاء مهم جدا للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، عملنا إيه، كنا فين منذ 40 سنة وبقينا فين، وإيه اللي إحنا عايزينه الفترة الجاية. الحقيقة الدولة المصرية يمكن مرت وحركوا عارفين بفترة غاية في الاستثنائية، غاية في الاستثنائية في الفترة من 11 ل 2013 أو ل 2014 عشان أكون تحديدا، وقت استقرار السياسي والأمني لهذه الدولة المصرية. هي الفترة من 2011 ل 2014 وأنا وقتها كنت يعني متشرفة أن أنا موجودة كعميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشفت يعني عن قرب حجم المعاناة اللي إحنا كنا عايشين فيها في هذه الفترة. لما بدأنا مرحلة الاستقرار السياسي والأمني وبدأنا مرحلة الإصلاح الاقتصادي، كان لابد في هذه المرحلة الدولة المصرية تتدخل لمجموعة من الإصلاحات، لتتدخل بشكل كثيف كدولة عشان ترفع من قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية. احنا كنا 2014 وحاكوا تتذكروا الكهرباء كانت بتقطع 6-7 ساعات في اليوم، بتأثر علينا في بيوتنا، بتأثر علينا في الصناعة، بتأثر علينا في المدارس، في المستشفيات، في كل مكان. كان عندنا تدني وتدهور شديد في البنية التحتية، كانش فيه شبكة طرق، ما كانش فيه مواصلات عامة مناسبة ولائقة للشعب المصري، كانش فيه شبكة مواني، وبالتالي هذه بيئة ليست محفزة للقطاع الخاص إن هو يستثمر فيها. فكان الحقيقة واجب على الدولة المصرية أنها تدخل بكثافة تستثمر وترفع من مستوى هذه البنية التحتية. حاجة تانية، عملنا بيئة تشريعية هامة جدا، تطوير في كل التشريعات الخاصة بالاستثمار، بالخروج من السوق، بقوانين التراخيص الصناعية، يعني مجموعة كبيرة من التشريعات، فبقى عندنا بنية أساسية مؤسسية قوية جدا. ثم بدأنا في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، تحرير سعر الصرف، إصلاح مالي ونقدي، وبدأنا في 2020 مرحلة الإصلاح الهيكلي اللي احنا بنركز على القطاع الإنتاجي والجزء المؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص. وعشان الحقيقة أطمن القطاع الخاص، كان لابد أن يكون هناك وثيقة تسمى وثيقة ملكية الدولة. هذه الوثيقة بتشرح للمجتمع المصري كله وللشعب المصري الحكومة كانت فين وهتتخارج فين، وبتدي حوافز للقطاع الخاص ان هو يدخل، لان ده الحقيقة احنا لدينا ايمان شديد القطاع الخاص هو الشريك الاساسي في التنمية. القطاع الخاص المصري بيشغل 80% من قوة العمل، هو النهاردة الذي له قيمة مضافة تقارب من 75% في الانتاج المصري، في قطاع الصناعة، في قطاع الزراعة، في الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات. فكان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا وثيقة تنظم هذه الملكية، تنظم التخارج اللي هيتم من القطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، وتطمن المستثمر المصري والأجنبي إن النهاردة الدور الأساسي هو القطاع الخاص. كمان فعلنا بعض المواد اللي كانت موجودة في قانون الاستثمار التي لم تكن مفعلة، لم تكن مفعلة كحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، النهاردة حوافز للاقتصاد الأخضر. فكل ده لإيماننا الشديد الذي يقود التنمية هو القطاع الخاص. وبالتالي أنا بشوف النهاردة إحنا كحكومات دورنا مع بعض، دورنا مراقب ومنظم ومساند، ولكن أنا هنا بدعو مجتمع الأعمال المصري، والأستاذ جمال السادات موجود، وأيضا الطرف الإماراتي موجود، إحنا النهاردة كمجتمع أعمال مصري وإماراتي ده الدور بتاعنا مع بعض. عندنا القطاع المصرفي أيضا موجود ليساند في تمويل عملية التنمية، ولكن المرحلة القادمة إحنا محتاجين مساندة من مجتمع الأعمال الإماراتي والمصري سوا، هم اللي عليهم الدور ان هم يبصوا على الفرص الاستثمارية. عندنا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيسها موجود، رئيس التنفيذي للصندوق السيادي، كل دول مع بعض يقدروا ان هم مع حضراتكم يقدروا ان هم يشوفوا كل الفرص الاستثمارية، يحاولوا بيساعدوا في كل الأمور الخاصة بالترتيبات للمنتجات الاستثمارية المختلفة، لان الحقيقة مصر لديها العديد، كل الإمكانيات لجعلها النهاردة يعني نقلها نقلة نوعية وقفزات
نوعية في مجال الصناعة، في مجال عندنا كل الانجريدينتس، كل المقومات، عندنا الشمس في مجال الطاقة الجديدة، عندنا الشمس، عندنا طاقة الرياح، عندنا البنية الأساسية، عندنا البنية التشريعية، وأيضا مهم جدا عندنا الثروة البشرية التالنت، شباب مصر اللي أنا يعني على ثقة شديدة في قدراتهم وفي إمكانياتهم حقيقة. يعني مصر بها العديد من الكفاءات، والإمارات أيضا بها العديد من الكفاءات، فشباب البلدين يقدروا أن هم فعلا يشوفوا مستقبل أفضل بإذن الله. اتفاق صندوق النقد قريب؟ إن شاء الله. يعني أيام ولا أسابيع؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا للسادة الوزراء، وشكرا للسيدات كمان الوزراء، وبشكركم أعزائي المشاهدين.